رسالة مفتوحة لأهالي شيلادزي. ما زال أهالي شيلادزي يشعرون بحمى المعارك والحروب منذ عقود تحرق رقابهم، كما عانى هذا الشعب الدمار وتذوق المآسي ومرارة الحياة إثر المجازر التي ارتكبها نظام صدام الفاشي. وها هي الحروب قد اجتازت عتبة أبواب شيلادزي للعام الثالث على التوالي، علما أن أهالي سهل زي لا يريدون الحروب وليسوا شغوفين بها، بل فرضت عليهم العيش في جحيمها بعدما جلبت تركيا والباكك حروبهما لمناطقهم. فها هي سري سينيا وسري بيزلو وسري ويلا وأعالي سهل زي أي كوراجار، فلم تبقى المعارك وراء الجبال كالسابق، بل وصل شرارتها فوق رؤوس أهالي سهل زي، أي أن أهالي منطقة نهيلي وسهل زي يعيشون في أتون هذه الحرب. فيا ترى ألم يحن الوقت لأهالي هذه المناطق بالوقوف أمام من يعقدون أوضاعهم ويقول لهم كفى؟ بلى قد حان، فنحن كردستان تركيا نعرف جيدا ما سيحل بكم، فمنذ 40 عاما وما زلنا نعتصر بين مطرقة تركيا وسندان مقاومة الباكاكا، فبداية فقدنا سهولنا ومراعينا، ثم خسرنا قمم جبالنا الشامخة، بعدها انتقلت المعارك لأزقة والزوايا قرانا فهجرناها رغما عنا، بعدها أصبحت القرى التي كانت كالجنات كمدن أشباح مهجورة، فتوجهنا لكبرى المدن في كردستان تركيا وتركيا كإسطنبول، ميرسين، أدنى، سهل الجزيرة، وان، آمد وغيرها من المناطق، فأصبحنا لاجئين في أوطاننا وأصبحنا خدما في هذه المدن في حين كنا ملوكا في قرانا. فبعدما تركنا قرانا أصبح أبناؤنا كسب عاملين وأصبحت بناتنا خادمات في بيوت الأتراك، فامتهن البعض منهم السرقة فيما البعض الآخر جعلتهم البطالة مشردين في الشوارع، ولم يقدر أطفالنا على إدامة دراستهم وسئموا من الحياة برمتها فتوجهوا للجبال، فلم نبقى نملك لا المال ولا العيال ولا الحال، يتامى لا مأوى أو أولياء لهم. نعم، فالباكاكا تتاجرنا بالآمال وتساومنا به منذ 4 عقود، فتقول هذا العام عام المقاومة والنضال، هذا العام عام الانتصار، هذا العام عام تقرير المصير، هذا العام عام الحرية، هذا العام هو نهاية الاحتلال. كما كانوا يخبروننا كل عام أن الدولة التركية في طريق الانهيار والزوال وأن اقتصادها محطم منهار، وكنا نثق بهم، فأعلنوا هدنات وقف إطلاق النار 13 مرة، كانوا يقولون خلالها أن الحل سيتم والسلام سيعم دون تحقيق شيء، فأغرقونا في بحر من الأوهام. فمرت علينا 40 عاما ونحن نأمل ميلاد يوم جديد. فقبل 40 عاما كنا نرعى أغنامنا في سهول ومراعي فرشين وشرفدين وهركولي ومنزلي، والآن نحلم برؤية روضات الجنان هذه ولو من بعيد. هذا مختصر من سيرة حياتنا نحن الكرد في كردستان تركيا، كان آخرها عام 2014، حيث أقبل بعض الشباب إلى مناطقنا وقالوا لنا حان وقت إدارتكم لأنفسكم، وسنطرد الدولة التركية من هذه المدن وسنؤسس الإدارة الجوهرية. ورغم اعتراضنا وعدم موافقتنا حفروا الخنادق في أزقتنا وأحيائنا، ومع أننا وقفنا ضد هذا الموقف إلا أن موقفنا لم يحترم، فتعرضنا لتهديدات من قبل شباب لا يعرفون معنى الشعور بالمسؤولية أو كنهها، فحفروا الخنادق حتى في منازلنا، فخبئت الأسلحة والمتفجرات حتى بين مهود الأطفال الرضع، ولم تنفع صرخاتنا ودعواتنا وذهبت أدراج الرياح. والعدو خلال هذا السيناريو كله كان يراقب ونحن كنا مستضعفين لا حيلة لنا، فأمطروا الرصاص على رؤوسنا بشكل يومي، والكل كان يعرف نتائج حرب الخنادق هذه جيدا منذ بدايتها، إلا أننا لم نكن نملك سوى الانتظار كمشاهدين لا حول لهم ولا قوة. فقرار الحرب لم يكن بأيدي حتى هؤلاء الشباب، بل كان بيد من يبعد آلاف الكيلومترات عن أتون هذه الحرب، فلقي هؤلاء الشباب مصرعهم يوما بعد يوم. نعم، فقد هؤلاء حياتهم بينما نحن فقدنا كل شيء، فأمسينا بلا مأوى كما كنا قد فقدنا قرانا قبل 20 عاما مضت، أي عام 90، فأصبحت منازلنا التي بنيناها بعرق جبيننا وبالأقساط خلال السنوات في هذه المدن أصبحت هذه المرة كالمقابر، فبقينا بلا مأوى في شتاء 2015 و16 القارس، فقتل واعتقل وأسر ما يقارب من 5000 شاب
وبعد كل هذا الدمار ظهر قادة الباكيك على شاشة التلفاز وقالوا: لم ننحني برؤوسنا أمام الفاشية ولم ندرك أن العدو بهذه الوحشية. نعم، قد لا يعرف قيادي الباكيك دوران كاركان التركي أن عرقه وحشي همجي، ولكننا نحن الكرد نعرف جيدا وحشية الأتراك وقساوة قلوبهم. غير أنه للأسف الشديد لم نكن نملك القرار، بل كان القرار بأيدي من لا يعرفون حقيقة عدوهم ووحشيتهم، فأضعنا نحن كرد كردستان تركيا كل شيء ماديا ومعنويا. ومع هذا راقصت الباكيك على جراحنا ومآسينا متغنية بأمجاد انتصاراتها الوهمية الزائفة، فبقيت جثة الأم طيبت الطاهرة أمام أنظارنا لأيام دون دفنها دفنا لائقا. وكنا نحتفظ بجثث أطفالنا في المجمدات وندفنها بأيدينا. لماذا نقول لكم هذا؟ لأننا واثقون أنكم أنتم أهالي شيلادزي ماضون إلى المصير الذي عشناه. قد يكون البعض من أهالي المنطقة يتاجرون مع الباكيك ويستفيدون منها ماديا، أما أنتم يا أهالي شيلادزي فلن تحصدون سوى ما حصدناه نحن في سور والنصيبين والجزيرة وجفر، بل أسوأ منه وأمر. فتأملوا فقط ماذا حل بمناطق وقرى نير والريكان قبل قدوم الباكيك. فقد كانت لكم علاقات تجارية اجتماعية مع كرد كردستان تركيا. تأملوا ماذا حل بتلك القرى وهؤلاء القرويين. ماذا حل بقرى أرتوش وكنياش وبيتروت وشوكا وشيفرازا وجان مدا وشلك وإيرش؟ ماذا حلت بقراهم وقرويها؟ قديما قيل بأن مصيبة واحدة أفضل من ألف نصيحة. فنقول نحن كرد كردستان تركيا لأهالي شيلادزي بأن يعتبروا من مصائبنا ويستفيدوا من دروسنا، فلا تجعلوا منازلكم خاوية مدمرة ترثون بها دون جدوى، وتأكدوا جيدا بأن الباكيك لن تنتصر وأنها ستضحي بمدينة مثل شيلادزي وعشرات القرى وتحرقها. ولو تعرض مركز مدينة شيلادزي للقصف اليومي بعشرات الصواريخ، فإن الباكيك ستسير بهذا آنذاك لحصولها على وقود إعلامي ودعائي يديم حربها العبثية ومعاركها المزيفة. وبالأخص لو أسفر القصف ذاك عن وقوع الضحايا بين المدنيين نساء وأطفالا، فليست مهمة القوى الأمنية وحدها، بل هي مهمة كل عشائرها وعلمائها الدينيين وعوائلها ومثقفيها وكتابها أن يقفوا ضد نقل معارك الباكيك لمركز مدينة شيلادزي، لأن الباكيك فقدت كل ما وراء كوراجار، وما تقدر عليه فقط هو إطلاق بعض الصواريخ على الدولة التركية في غارا وفي أطراف شيلادزي وفي وادي بالندار، وتقوم بتصويرها ونشر هذه المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية من ورائها. فشيلادزي من ناحيتها الجغرافية تسير نحو التحول لمركز مستعد لهذه الحرب، ولو حصل هذا فلا شك أن شيلادزي ستبدأ بالإخلاء العام المقبل شيئا فشيئا. فمعاداة تواجد الباكيك في أطراف القرى وداخل المدن ليست خيانة، كما أنها ليست تأييدا ومساندة للدولة التركية، بل هي الوطنية والإخلاص في جوهرهما وحماية مستقبل أطفالنا. فينبغي على أهالي عشيرتي نير وريكان أن يطرحوا على الباكيك التساؤل الآتي: أيا ترى ماذا حل بقرانا نيروا ودزجا وسرني وسينيا وبيرومان وجمجي وبيدا ومازي وماروانس وغيرها من القرى والتي تركناها لكم لعشرات السنين؟ ماذا فعلتم بها؟ لقد أهديتموها للأتراك وتزعمون الآن بأنكم ستحموننا وتدافعون عنا؟ أنتم لم تقدروا على حماية ما كان بأيديكم ولم تدافعوا عنه، فكيف ستحمون هذه المناطق؟ فتلك القرى كانت تحت هيمنتكم ونفوذكم ل38 عاما ولم تستطيعوا حمايتها، فاذهبوا وحرروا تلك الأماكن من العدو، بعدها تعالوا وطالبوا بمناطق جديدة. فلو لم تتحدوا في هذا الأمر ولم تكونوا صوتا واحدا ويدا واحدة، فغدا ستهجرون من شيلادزي وتلتجئون لدهوك،